الكاتب والمحلل السياسي جبار المشهداني خلال استضافته في نشرة حصاد زاكروس قال إن المال السياسي يعتبر من الأدوات المهمة التي تعتمدها الكتل السياسية في عملية الانتخابات، وخاصة أن البلد يعاني من أزمة اقتصادية حادة. المال السياسي واحد من الأسلحة المهمة التي تعتمدها الكتل السياسية والقوائم الانتخابية، لا سيما في بلد يعاني من ظرف اقتصادي وضائقة اقتصادية كبيرة. هذا سبب مهم، والسبب الآخر هو اليأس لدى طبقة كبيرة من الناس التي تقول لنحصل على ما نحصل عليه لأننا لا نؤمن أن هناك شيء سيتغير، وهذا يعني مفهوم جماهيري خطر جدا. تستثمر بعض الكتل السياسية وتذهب باتجاه حصل ما تستطيع من الانتخابات واذهب للمرشح الفلاني لأنه لا فرق بين فلان وفلان، وهذا واحد من أسباب قيام تشرين أيضا، لأنه عندما أيقنت الناس أن لا عدالة انتخابية ولا نزاهة ولا تساوي في الفرص احتجت وضغطت باتجاه تغيير القانون. بالوضع الحالي أنا أعتقد أن المال السياسي الداخلي والخارجي سيكون لاعبا مهما في الانتخابات المقبلة إن جرت.